میں قاری نذیر الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما